أمطل من عرقوب وأخلف من عرقوب، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. مواعيد عرقوب أشهر أمثال العرب في الجاهلية، عبارة موجزة وبليغة. عرقوب أصله من يثرب، يضرب به المثل في الإخلاف بالوعد. اشتهرت قصة عرقوب مع أخيه والنخلة، شح رزق أخيه وماله واقترض حتى مله أهله، فقصد عرقوبا يستجديه ما يسدد به الدين الذي أثقل كاهله، وكان له بستان من نخيل وتين وعنب. رفع عرقوب رأسه وقال لأخيه: انظر إلى هذه النخلة التي أزرعها، فإذا أطلعت فلك طلعها على أن تأتيني بعد مدة. عاد الرجل إلى بيته مستبشرا، ومضت الأيام ثقيلة. ولما عاد الرجل أخاه في الموعد المحدد قال له عرقوب: دعها حتى تصير بلحة. أبلحت النخلة، فجاءه مجددا فصرفه قائلا: دعها حتى تزهر. فلم يجد بدا من العودة والانتظار يعتصر أهله الفقر. أزهرت النخلة، فعاد الأخ المعدم، فرده عرقوب مطمئنا: دعها حتى تصير رطبا. ولا راجعا لأهله يصبر نفسه كسير الخاطر ثقيل الخطى. مضت الأيام حتى أضحت النخلة رطبا. طلب الأخ من أخيه الإيفاء بوعده، فرد: الصبر طيب، دعها حتى تصبح تمرا. ثم غدا عرقوب إلى النخلة فجذها وإلى ثمرها فأخذه، وصار بين الناس مضرب مثل في المماطلة والمواعيد الكاذبة. ذكر القصة كعب بن زهير في قصيدته الشهيرة في مدح النبي الأكرم بعد بانت سعاد فقلب اليوم متبول: ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. وفيه يقول الأشجعي: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب.